نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 11 سفيرا جديدا لدى مملكة البحرين. فقد تسلم سموه حفظه الله أوراق اعتماد كل من سعادة السيد مارك ترينسو سفير مملكة بلجيكا، سعادة السيد محمد حبيب تيجاني سفير جمهورية غانا، سعادة السيد فلاديمير غونداليس سفير جمهورية كوبا، سعادة السيدة ليزولت أندرسون سفير مملكة السويد، سعادة السيد توماس ليدلبول سفير مملكة النرويج، سعادة السيد راموناس دافينوس سفير جمهورية ليتونيا، سعادة السيد دانغ سونزونغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، سعادة السيد سالم معو حاجي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، سعادة السيد لوزيم ميكيو سفير جمهورية كوسوفا، سعادة السفيرة حاجة إيتاتا توماس سفير جمهورية سيرليون، سعادة السيد ماريوف أولوكوبيك فيتش سفير جمهورية قرغيزستان. وقد نقل سمو حفظه الله للسفراء تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله لرؤساء دولهم وتمنياتهم لجلالته للسفراء بالتوفيق في مهام عملهم الدبلوماسي بما ينمي ويعزز التعاون بين مملكة البحرين ودولهم، فيما نقل السفراء تحيات وتقدير رؤساء دولهم إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخلص تمنياتهم بدوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من الرقي والازدهار، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولهم بمملكة البحرين في مختلف المجالات، فيما أبلغهم سموه نقل تحياته إلى رؤساء دولهم. وتبادل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع السفراء الجدد الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، وأشاد سموه بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين ودولهم الصديقة وما تشهده من تقدم ونمو في جميع المجالات، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية. سفير مملكة بلجيكا. سفير جمهورية غانا. سفير جمهورية كوبا. سفير مملكة السويد. سفير مملكة النرويج. سفير جمهورية ليتوانيا. سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية. سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.
سفير جمهورية كوسوفا. سفير جمهورية سيراليون. سفير جمهورية قرغيزستان. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بكم في بلدكم البحرين وأشكركم وأتمنى لكم كل التوفيق، وأنقل لقيادتكم أصحاب السمو والسعادة والفخامة تحيات جلالة الملك وتمنيات لكم بفترة إنجاز وعمل تبني الجسور وتربط بين الشعوب. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير كل على حدة، حيث كان في استقبالهم سعادة اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، وجرت لهم المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وفي الختام عزف السلام الملكي. Let's see.